جماعة التبليغ جماعة التبليغ دي صوفية يا جماعة صوفية نقشبندية ده أصلها من برا واللي هنا ديل ممكن يكونوا تجانية ممكن يكونوا سمانية جزء منهم ممكن يكونوا ختمية عرفتها فديل أصلا أهل بدع وصوفية أصلا عشان القام تلقاهم في المساجد اللي فيها قباب وقبور وأضرحة تلقى قاعد عامل فيها بغيمة في الليل كله صلاتك باطلة والصبح باطل تغيمة الليل في جامع فيه قبر صلاة الصبح حقت باطلة يصلي تعبان والشياطين تؤزهم أزا تلقى مساهر وتعبان وقال نفسه بغيم الليل ده كله باطل ربنا قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ربنا قال تصلى نارا حامية عمر بن الخطاب كان لما نقراها يبكي ولما نشوف له عابد نصراني صومعة يعبد بشدة وبقوة كان يبكي لأنه ده عبد بجهل ولم يزد من الله الا بعدا فجماعة التبليغ ديال الناس جهله يا اخي جهل يقول لك معنى لا اله الا الله معناته لا معبود الا الله ومعناته اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصالح واليغين الفاسد عندهم يهود توحيد التقال شنو؟ الفاسد تطلع ده دعوة التوحيد واليقين الصالح ده دعوة الطواغيط ودعوة الشرك ودعوة الصوفية ودعوة البدع ده خلاصة آه جماعة التبليغ عندهم كتب ككتاب تبليغي نصاب أو تبليغي نصاب لمحمد الياس الكندهلة الدهلوي ده كله شرك وعبادة قبور من دون الله وأعظم مركز لهم في مدينة دلهي في الهند وده المركز الأول لهم في العالم عرفته؟ ده ذي والآن أكثر من ثلاثة وأربعة قبور وأضرحة مدفونة جوا الجامع تعبد من دون الله من بين تلك الأضرحة والقباب قبة محمد الياس الكندهلة الدهلوي فده الناس صوفية أصلا ما يغشوك باللحية نحن مشكلتنا انه اي زور رب لحيه الواحد شنو؟ بيتخدع به خلاص؟ الزول ما يتخدع بمجرد اللحيه فقط وان كانت من الدين وهي واجبه لكن باقي المنهج وين؟ فيماعة التبليغ ذل من اعدى اعداء الناس للدعوه السلفيه حتى قال امامهم لو كانت لي سلطة لحرقت كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومحوتها من الوجود. يا ناس أعداء أعداء حتى لو اداك ريحه ده لك لك هنا عدو اليوم انت تتكلم في الشرك وفي الصوفيه ده أول واحد بيظبط البلاغات ده أول واحد بيجوط وجرب الحكايه دا. أول واحد بيجوط البلاغي ده قوم تكلم في البرعي أول دول بيجوط البلاغي ده يا قام مرك فات ما يغشوك ساكت وصية القحطاني بالله قولوا كلما انشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني